السلام عليكم الخوت، أنا هدى مغربية مدينة برشلونة إسبانيا. أنا هي ديك السيدة اللي حيدوا لها البنت. خوتي المغاربة، أنا كنشتكم من إسبانيا توقفوا معايا الله يرحم الوالدين، حيتاش داو لي بنتي يعني بأسباب تافهة. وأنا اليوم قررت ندير واحد الفيديو تشوف تي في باش يقدو يوصلوا الصوت ديالنا انا والاب ديالها. واخا الاب ديالها دابا راه ما كاينش حيت راه خدام، ان شاء الله الرحمن الرحيم الصوت ديالنا يوصل ويوقفوا معنا مسؤولين ويشوفوا هذا الشيء اللي حنا كنمروا به. جزاكم الله خيرا. انا دخلت نولد بحالي بحال كاع اي ام كتدخل تولد، عندي جوج وليدات يعني ماشي اول مره غادي نولد، ولا كما قال الاخر ما عارفاش شنو كاين. ولا دخلت نولد جاو عندي واحد جوج تاع النساء يهضروا معايا واش خصك شي حاجه واش محتاجه شي حاجه، شي معاونه ماديه شي معاونه. قلت لهم لا، انا راجلي خدام الحمد لله، ما خصني حتى شي حاجه في هذه الساعه. مشاو ولات عندي العشيه، قالت لي غدا غادي يجي واحد الجمعيه بغاو يهضروا معاك. قلت لها انا ما رانيش في كونديسيون زعما انا يلا خارجه بالعمليه ومنا باش يجيو يهضروا معايا شي واحد ناس، يعني نفضل حتى نرتاح شويه. قالت لي لا راهم غير بغاو يجيو يشوفوك ويتكلموا معاك. قلت لها واخا. جاو عندي واحد جوج تاع النساء، اول حاجه اتهموني بانني عندي المشاكل مع الراجل ديالي هو بين وليداتي الجوج، بان راجلي كيضربني، بلي عندنا العنف في الدار. ثاني حاجه اتهموني بالمرض سميتو لاكال بالسبنيوليه لا سرنا. واخا قلنا لهم حنايا ما عندناش مشاكل في الدار، راكم غالطين يعني هادشي اللي راكم تقولوا ما. قالت لي نو كاين المشاكل وانت كتعرضي للعنف من 2012 حتى لدابا. قلت لها لا راكم غالطين وغالطين بزاف، انا يا تعرضت للعنف هذه شحال ولكن داكشي كمل ودابا راه عندي حياه اخرى راجل اخر ما علينا. قالت لي ما غاديش تقدروا تخرجوا بالسبيطار. علاش؟ حيتاش راكم في الكونفينمون 15 يوم حيتاش فيكم المرض تاع لاكال. قلت لها واخا غادي نجلسوا نتعالجوا ماشي مشكل، حيتاش على نيتنا انا وراجلي ما فهمناش بلي هادشي غير كذوب باش يبقاو مشاديني تماك حتى يوجدوا الوراق الملازمين ويوجدوا الناس اللي غادي يشدوا ليا بنتي، عائله اخرى غادي يشدوا ليا بنتي عاد يجيو يديوها. انا داكشي ما عرفت حيتاش انا عمر مريت بهذا يعني بهذا التجربه. قالت لي ما عندكش الحق تخرجي البنت. قلت لها راه بنتي ما فيهاش غنقدو نعديوها، تجي جداتها راه ساكنه هنايا وجدها وعائلتها وخوال باها وعموم باها وتصيله تاع باها كاملين راهم كاينين هنا. قالت لك لا ما عندكمش الحق، راه الا خرجتوا البنت بالمستشفى غادي نتابعوكم بقضيه اختطاف لطفل قاصر، كاين شي واحد يختطف ولادو ما علينا. قالت لي صافي غادي ندير معاكم نهار، ندير معاكم اجتماع نهار 17 ومنعوا عليا البيسيتاس ما نقدش نستقبل الناس. هما كيمنعوا عليا السبيطار كيقول لي معليش خليهم الناس يدخلوا ماشي مشكل. هما بالسبيطار بجوج بهم ما فاهمينش، السبيطار كيسمح لي بالبيسيتاس زعما بالزيارات والاخرين كيحيدوا لي الزيارات. بغوني باش ما نديرش كونتاكت مع الناس اللي برا والحاله دي انا كنمر فيها والمشكل اللي داروا لي هما ما يتعرفش خارج بداك السبيطار. ايوا سيدي، وكما قال الاخر سبعتهم قال لك خصكم تعاونوا الا كان شي غلط نحيدو. قلت لهم واخا نتعاونوا ماشي مشكل. فوت اصعب ايام حياتي بالبكاء، ما عرفاش اين مشكل وعلاش هاد الشيء وما فهمناش من جايه الدقه. جات واحد كما قال واحد الانفيرمير، قلت لها طلبت لها انا قلت لها جيبي لي الورقه نتاع شهاده الازدياد باش نحط بنتي، حيتاش بداو الناس يقولوا لي لا هدى راه خصك تزربي عليهم راه غادي يديو لك البنت. الناس كيعيطوا لي كيقولوا لي خرجي. قلت لهم انا ما نخرجش، انا غنتابع هذا الشيء قانوني ونشوف. يعني حنا ماشي كما نقولوا كنتعاطاو شي مخدرات ولا نقولوا ما عندناش فين نسكنوا ولا دارنا موسخه ولا باها ما خدامش ولا ما عندناش مدخول مالي ما عندناش يعني الحمد لله هذا الشيء عندنا مكون كامل وهما هذا الشيء كاع ما ذكروهش ليا. ما ضربنا ما كنضربش ولادي يعني ما عنديش شي سوابق من هذه الناحيه.
صافي جاو داروا معنا اجتماع. في جاو داروا اجتماع كيهضروا لي على واحد الباسي ديالي ديال هادي 2012، كنت تعرضت للعنف ومننا، وكانوا عطاوني الطبيب وانا مشيت، ومن بعد الطبيب قال لي بغيتي تجي ما بغيتيش ما تجيش حيتاش ما كنشوفكش راكي محتاجه يعني شي متابعه مع شي طبيب نفساني. واخا مع العلم انني انا ماشي انسانه كما نقولوا احمقه ولا يعني فهمتوا يعني ماشي ما عنديش السوابق. ايوا سيدي مشينا درنا معهم اجتماع طان طان طان. قالت لي نهار الجمعه درنا الاجتماع معهم الاربع. قلت لها صافي خليوني نبين لكم هادشي اللي راكم تقولوا لي راه ما كاينش. واخا قالت لي واخا خلوني على نيتي. حنا عيطنا المحامي، المحامي كيدير باش يتلاقى معاهم، كيعيط ليهم ما كيرفدوش عليه. نهار الجمعه جاو باش يجيو يهضروا معانا، هما جاو بالبوليس باش يديو ليا بنتي من السبيطار من الاحضان ديال باها، من الاحضان ديال باها حيدوها له بالبوليس. علاش ما يقدش راجلي يدير شي حاجه؟ راه المخزن البوليس قال لك حنا جاو عندنا نمشيو ونمشيو، حيتاش هما كيديروا الاسباب اللي بغاو ان القادمة فيرميت على شي حاجه تيديو بنتي، عاد انا نوض ندعيهم ونوصل للمحكمه. داكشي تاع 3 شهور 6 شهور عام عامين، كاين ناس لي 6 سنين 7 سنين ما يشوفوش ولادهم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.